السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام ومتابعين الأعزاء بخير وعافية، وأسأل الله أن يتقبل الصيام والقيام. محاضرتنا الحادي عشر سوف تكون بعنوان Diffusion Imaging or MRI Diffusion، سوف تكون مقسمة لعدة أجزاء بسيطة جدا، وذلك لتسهيل التقاط المعلومات وتفادي التشتيت الذهني للمتابعين. ولهذا اليوم نبدأ أول بارت مع أخوكم عبد المجيد العتيبي، وفيه نناقش الـ Basics و Sequences, Image Formation and Image Parameters. خلونا نبدأ بتاريخ الديفيوجن. في عام 1826 قام أحد العلماء المسمى روبرت براون باكتشاف نظرية الحركة العشوائية لجزيئات السوائل من خلال استخدامه لأجهزة مايكروسكوبية، ولذلك سميت حركة جزيئات السوائل باسم Brownian Motion استناداً لاسم العالم الذي اكتشفها. فمن المعروف بأن جزيئات السوائل غير ثابتة، والذرة والجزيئات المحيطة بها تمر بحالة تصادم ومقاومة وتبادل للطاقة مع الذرات الأخرى وجزيئات، وما يثبت ذلك انتشار الحبر في الماء كما ترون في الشاشة. فهنا نرى كيف يتم تفسير مفهوم الديفيوجن من خلال وضع قطرات من الحبر في السائل، ونكتشف بعد sub seconds أنها تنتشر في جهات مختلفة، وهذا يعطينا محصلة نهائية بأن السوائل وجزيئاتها في جسم الإنسان وأخص بذلك الدماغ في حركة باتجاهات مختلفة، مثل ما أنتم شايفين before diffusion and after diffusion. هنا ننتقل إلى الديفيوجن في الرنين المغناطيسي، وهو عبارة عن إشارة إلى الحركة العشوائية الجزيئية للماء والسوائل، وذلك بسبب التصادم الحراري والطاقة في الجسم. ويمكن تشخيص هذه الحركة عن طريق تقنية تسمى Diffusion Imaging، والمعروفة أيضا باسم Diffusion Weighted Imaging. هذه التقنية بإمكانها تحديد ما إذا كانت السوائل في الجسم في حركة طبيعية أو غير طبيعية، فغالبا في حال وجود Pathology تكون حركة السوائل Restricted، بمعنى أن هذا المرض قام بالتأثير على أجزاء الخلية مثل Cell Membrane Damage or Cell Death etc. ودرجة الريستريكشن يمكن أن تقاس عن طريق عامل مهم يسمى Diffusion Coefficient، والذي يعكس المسافة المتوسطة التي يتحركها الجزيء في الثانية. هنا مثال توضيحي للFree Motion والRestricted Motion. ففي اليمين يتضح حركة جزيئات السوائل أو الماء في الدماغ، وتبدو كأنها محتجزة بواسطة Cell Membrane، بينما في اليسار يتبين لنا أن هناك حركة حرة للسائل بدون أي قيود تذكر. ولكن هناك من يسأل كيف نحسب أو نحدد اتجاهات الحركة الجزيئية؟ فالجواب هو أن العالم ألبرت أينشتاين اخترع معادلة رياضية ولوغاريتمات استفاد منها العلماء المتخصصين في الديفيوجن، ألا وهي حساب اتجاهات حركة السوائل، والتي تفيدنا بحساب الإشارة الرنينية وتحديد اتجاهات الحركة الجزيئية للماء والسوائل في الجسم. في هذا السلايد نبدأ بنقاش أهم أنواع البولس سيكونسز المستخدمة في تقنية الديفيوجن، وهو البولس جريدينت سبين إيكو. وفيه يتم تطبيق 2 جريدينتس، أحدهم قبل حدوث الـ 180 ريفوكسينج بولس، والآخر بعد حدوثه. فالجزيئات التي لا تتحرك أو restricted لا تتأثر بهذين الجريدينتس، بينما الجزيئات المتحركة أثناء حدوث تطبيق الجريدينتس قد يتعرضون إلى signal void. فهذا الدايجرام يوضح نوع البولس سيكونس وما تم شرحه في السلايد السابق، وبالأزرق نرى التو جريدينتس التي تحدث قبل وبعد حدوث الـ 180 ريفوكسينج بولس، وينتج عنها ديفيزنج للجزيئات المتحركة ولا تؤثر على الجزيئات الثابتة كما ترون. فبعد انتهاء حدوث الجريدينت الأخير يتم تطبيق Echo Planar Sequence مباشرة لإطلاق Multiple Gradient Echoes، ومن مزاياه أن الـ Image Acquisition Process فيه سريع جدا، مما يساعد على تفادي Motion or Ghosting Artifacts الناتجة عن حركة الجسم أو الدم أو السوائل داخل الجسم. وبعض الـ Medical Vendors أو الشركات يضيفون على هذا الـ Pulse Sequence تقنية الـ Fat Suppression للقضاء على ظهور بعض الـ Fat Spins والكيميكال شيفت ارتيفاكتس التي لربما تحدث نتيجة التقاء إشارتين للماء والدهون، وأخيرا للتخلص من بعض أنواع الارتيفاكتس مثل الإيدي كارنتس
والسبيشال ديستورشن. فمن الممكن ان يضاف دبل 180 ريفوكسنج بولس وذلك قبل مرحله الايمج اكوزيشن. ننتقل معا الى خطوات تكوين صور الديفيوجن وكل خريطه تخص هذه الصور وطريقه الاستفاده منهم. اولا بعد تطبيق ديفيوجن بولس سيكونس بدون استخدام تي 2 اديشنال جراديينتس فسوف ينتج لنا صور ذات بي فاليو بقيمه 0 وسوف نتحدث عن البي فاليو في السلايدز التاليه. والاصل في هذه الصوره مبني على التي 2 ويتنج ولكن في تصوير الابدومن في البي فاليو غالبا في الصور يكون 50 وذلك لسبب تفادي وجود سيجنال الصادرة من البلود فازلز. ثانيا بعد ذلك نأتي إلى الديفيوجن سورس إيمجز وتحدد لنا واتر ديفيوجن إن مالتيبل دايركشنز وذلك بعد توظيف الـ T2 Additional Gradient سواء بشكل كامل أو جزئي. ثالثا وبعد ذلك يتم دمج مالتيبل سورسز إيمجز لتكوين ست متكامل من صور جديدة تسمى Trace Diffusion Images وتعتبر الصور الأولى المستخدمة للكلينيكال دايجنوسيس. رابعا يتم دمج الصورة الجديدة المسمى بالديفيوجن سورس مع البي زيرو إيميجز لتعطينا صور باسم Apparent Diffusion Coefficient ADC Maps وتستخدم لتوضيح أي Abnormalities تم ملاحظتها في Trace Images. وأخيرا يمكن تكوين خرائط وصور متعددة باستخدام Image Processing Softwares لتحصل على فحوصات أدق بناء على بروتوكولات الجهة الصحية. ومن ضمن هذه الصور الإضافية لدينا Exponential ADC Maps, Fractional Anisotropy Images, عندنا Principles Diffusion Direction Maps, عندنا Fiber Tracking Maps وسوف نستعرض كل منهم على حدة في تغطيتنا المتبقية بإذن الله. هنا جمعت لكم أغلب الصور المستخدمة في عالم Diffusion Imaging. فأول صورة من على اليسار هي الصورة الأساسية وتسمى البي فاليو إيمجز وعن يمينها السورس ديفيوجن إيمجز ومن ثم تريس إيمجز وأخيرا من الصف العلوي الأي دي سي مابس وتم شرحهم سابقا. أما الصورة السفلية فتسمى إكسبوننشال أي دي سي ماب وفائدتها الإكلينيكية هي اختصار الوقت والجهد لتفادي أي التباس يصدر من خلال تشخيص صورتي الديفيوجن سورس ايمجز والاي دي سي مابس. ولان الليجن في السورس ايمجز احيانا لا يتم فيها ريستريكشن بشكل دقيق وبعض الاعضاء يكون فيها تي 2 عالي جدا مما يسبب لدينا ظاهره تسمى تي 2 شاين ثرو فتجعل التفريق بين النورماليتي والابنورماليتي صعب نوعا ما. وعلى العكس من ذلك الاي دي سي مابس يتضح فيها الليجن دارك وباقي الاعضاء رماديه التوازن وهذا يسبب إشكالية أيضا في التشخيص لبعض الأطباء. فلتفادي كل هذه limitations ربما يتم إضافة حل وسيط بينهما ألا وهو exponential ADC maps وغالبا تستخدم في neonatal brain MRI وذلك لسبب وفرة محتوى الماء في neonatal brains. نستعرض سويا أحد أهم النقاط التي ربما يتساءل عنها الكثير في تقنية الديفيوجن ألا وهي الإيمج أو imaging parameters. أول imaging parameters هو الـ B value ويمكن وصفها بإيجاز على أنها العامل الذي يحدد قوة وتوقيت تشغيل وإيقاف الجريدينت أثناء تكوين صورة الديفيوجن. بمعنى كلما كان الـ B value أعلى كلما كان الديفيوجن effects أعلى ويمكن التحكم بها عن طريق الأخصائي أو الفني قبل البدء في الفحص. كما هو الحال مثلا مع الـ TR و TE في باقي الفحوصات الأخرى ولكن كل منشأة تعتمد على values محددة ولكن غالبيتهم يعتمدون على optimal B value وذلك يعتمد على قوة الحقل المغناطيسي والـ anatomical structures المراد تصويرها وتكون هذه القيمة غالبا ما بين 0 و 1000 كروتين cases ولكن ربما تنخفض عندما نستخدم الديفيوجن لفحوصات خارج نطاق النيرفس سيستم. في آخر سلايد لهذا البارت الأول من الديفيوجن نعرض لكم ثلاث صور ذات بي فاليوز مختلفة 0 1000 و3000 وكلما زادت قيمة البي فاليو كلما زاد النويز وانخفض معدل السيجنال. شكرا لاستماعكم وابقوا معنا لمشاهدة الأجزاء المتبقية لهذه التقنية الشيقة.